مصر طبعا والنادي الاهلي كابتن ياسر ريان. يا مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن ميح. اهلا وسهلا. سهرناه. وانا مش بتاع سهر، ما دي مشكلتي والله. مش بتاع سهر خالص. بتنام امتى بقى؟ 10 10 ونص. لا والله. والله بفصل موبايلات وما حدش 10 10 ونص. تعرفش توصل لي. طول عمرك. ما بعرفش اصلا. وتصحى كام مشكلتي اللي انا بسهر ببقى بتعصب. وتصحى كام؟ بفضل اصحى اصلي الفجر وارجع تاني، ممكن انام لي ساعتين تاني واقضي يومي يكمل بقى عادي كده خلاص. يعني نهايتك 7 8 الصبح؟ 8 9 بالكتير اكون صاحي، ما اعرفش. ما اقدرش اصحى. ده 8 9 انا مش تحت اللحاف، ده انا تحت السرير. لا بس انا متعود ما اعرفش. انا من يومين ثلاثه صحيت الساعه 12 الظهر. الظهر اتخضيت. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ لا اليوم ده طب ايه اللي حصل؟ وقعد اكلم المدام عندي وصليت الفجر ونمت. ماشي بس ما نمش للساعه 12. بالنسبه لي حاجه غريبه. ايوه طبعا، عشان الساعه البيولوجيه ارتبطت بميعاد معين. ما هو ماشي، ايه اللي اتغير عندي؟ انا يعني مش في حاجه. ممكن اكلت سنه زياده شويه بالليل او حاجه، ولا ما سهرش شويه محشي شويه لا 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 صعب. لا 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 صعب. اوكي، فدي خلت بس عادي يعني. بس في العادي لو حاجه يعني انا لو انا اعرف ان انا مثلا هطلع معاك على الهواء مثلا متاخر لازم انام شويه قبل بعد صلاه العشاء. بالظبط كده، انام شويه عشان اقدر اكمل. قيلوله لازم انام حتى لو 5 دقايق دي تخليني افوق. ايوه صح. طيب عندنا تقرير عن حضرتك نشوفه. اتفضل يا كابتن. ونرجع نبدا. اتفضل. يلا النفاثة ياسر ريان أحد أبرز من قادوا الجبهة اليسرى بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول. تميز أداؤه بالسرعة العالية والأداء القتالي المميز بالملاعب سواء مع المنصورة أو النادي الأهلي، وذلك خلال فترة التسعينيات، وكان معروفا بعشقه للقلعة الحمراء. ولد ياسر أنور ريان عام 1970 بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. حظي ريان باهتمام كبير في قطاع الناشئين بالمنصورة حتى خطف أنظار الجهاز الفني للفريق الأول عندما كان بعمر 17 عاماً. نجح ياسر ريان في التواجد مع المنتخب الأولمبي عندما كان يلعب مع المنصورة، فكان له دور في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 92 لينطلق في مسيرة ذهبية مع النادي الأهلي في موسم 92-93، وظل مع المارد الأحمر يكتب التاريخ لمدة 10 سنوات قبل أن يغادر في موسم 2002. حقق ياسر ريان لقب الدوري المصري مع النادي الأهلي 7 مرات في 7 مواسم متتالية قبل أن يتوجه إلى MP ويخوض معه المنافسات حتى عام 2004. على المستوى الدولي شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بأسبانيا عام 92، كما حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية ببوركينا فاسو تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجهري. طبعا اللي انت شفته ده جزء من اجمل ذكريات. طبعا وانت لعيب كوره احلى وقتها. اكيد. حكايه بقى مدرب مش كل ده احلى وقت وانت بتلعب في الملعب يا كابتن، وانت عارف كده ومعرض للظروف دي. وانت مدرب ده الموضوع بيبقى صعب جدا قوي، وضغط نفسي وعصبي وعلاقات. شغلانه كبيره. اشتغلت الشغلانه دي؟ انا موجود، ما زلت فيها والله. مدرب ايه حاليا؟ بس لا انا موجود دلوقتي مع النادي الاهلي من مشرف على من المشرفين لاكاديميه كره القدم. أوكي. النادي الاهلي على مستوى مصر كله. لكن ما مسكتش فرقه مدير فني؟ لا مسكت. ازاي مسكت؟ جاسكو مدير فني، مسكت فرقه اسمها سيدي سالم في كفر الشيخ، مسكت مع كابتن اسامه عرابي، مسكت مع كابتن ضياء السيد. اشتغلت. بس هي المجال يا كابتن ايه؟ عايز جزء كبير قوي علاقات يعني سواء علاقات مع رؤساء انديه وعلاقات مع الوكلاء، علاقات مع اللعيبه نفسها. يعني الموضوع كده وانا بس هي مهنه قاسيه جدا 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 بصراحه. اقسى لانه اللعيبه مش هتمشي ومجلس الاداره مش هيمشي، الوحيد اللي هيشيل الليله هو وانت اللعيب بيبقى قاعد والمدرب بيمشي ويجي مدرب تاني. بالزبط. فالامور بتبقى صعبه عليه. صحيح. وكمان انت كمان وانت بتلعب انت مسؤول عن نفسك. وانت مدرب مسؤول عن الفرقه كلها طبعا، فالامور بتبقى صعبه اكتر. ما انت جربت يا كابتن. انا شلت 12 موسم ورا بعض. ما انا فاكر احنا قبل كده كابتن رحت وانت ماسك نادي الشمس ماتش تقريبا. لما كان ايهاب جلال معاك مع حضرتك كان لعيب كوره. معايا. لا ايهاب جلال كمان اللي حارس المرمى كنت موجود. ايهاب جلال. حارس المرمى كنت. أيوه. في السنه دي حضرتك مدير فني نادي الشمس. بالظبط بالظبط. ليه وقع في الماتش ده؟ كان اللي ماسكنا كان تقريبا لالين هاريس، كان لسه سنه في التسعينات 92 اما ده. ف
هو ما يعرفش الإيهاب جلال طويل قوي، فهو متعود اللي في واحد قدام حارس المرمى يفضل يشب ويطلع عشان ايه ما يخليش يشب. فقال لك ياسر ريان يقف قدام إيهاب جلال، فاللعيبه كلها ضحكوا. طبعا. فهم مستغرب، قالوا له انت جايب اقصر واحد مع اطول مننا احنا اصلا شخصيا. وجهه نظر. بالظبط. فغير بقى يعني، بدل ما انا اقف شاف واحد تاني يعني. طبعا واحد يليق بالطول، بالطول شويه، لكن مهما طول الوطن مش هيجيبه. طيب قبل ما نتكلم عن المنتخب، طمني على احمد ياسر ريان. لا الحمد لله كابتن، هو بيلعب دلوقتي في نادي الطاي التركي. الطاي كويس. هي طبعا هو النادي هناك مش من الانديه الاولى في الدوري. يعني هو حظ احمد كده على طول بيروح مع فرق بيحارب زي ما بيقولوا بلغه الكوره يعني. بس هو الحمد لله بفضل الله جاب 4 اهداف في الكاس وجاب 4 في الدوري، اخرهم كان فنر بخشه من اسبوع. هي النتائج مش مساعدهم وكل حاجه، بس انا بقول له انت مش رايح علشان تعمل حاجه للنادي. انت راح تعمل حاجه لنفسك اللي انت تتنيل في مكان تاني احسن. بالظبط. فهو بيجتهد، وفي جزء كان في وقت مصاب، وفي جزء كان مدير فني بيبقى له وجهه نظر انت عارف برضه هناك. واحمد من نوع برضه ما بيحبش حته يقعد، والناس كانت بتزعل. ما هو مشي من الاهلي عشان كده. هو كان الاهلي كان هيرجع النادي الاهلي، بس هو عارف اللي هو مش هياخد الفرصه الكامله في النادي الاهلي. وحتى في ناس كتير زعلت من خلال تصريحاته ومن خلال حتى تصريحاتي، فده حاجه كويسه، هو عايز يفيد النادي الاهلي. لكن هو لو مش هيفيد النادي الاهلي وهيتمرن وهياخد فلوس، هو مش عايز كده. هو عايز يبقى ليه دور ايجابي مع الفرقه. صحيح. سواء مع المنتخب الاولمبي، مع منتخب مصر. هو بيحب المنافسه، بس يبقى له دور. لكن مش هيبقى له دور، فدي كانت مشكله بالنسبه له. رحت له زرته؟ طبعا بروح له كل شويه. بتروح له؟ لكن احمد ده ستايل تاني خالص، ستايل مختلف. هو يجيب فلوس انت ما تجيبوها عشان هو فلوس. لا انا بص يا كابتن، انا انا حتى مبدا الفلوس والحاجات دي حتى وانا لما رحت النادي. لا اقصد مهاجم يعني بيبقى غالي. ما اقصدش، لا انا يهمني اللي هو يظهر بشكل كويس. المهم يحافظ على نفسه، يبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما يتعلاش على الكوره، حاجات كده نصايح اللي هي العامه. اوكي. هو بقى بشغله في الملعب بيحافظ على نفسه بقى، والوزن والحاجات دي كلها بتاعته هو. طبعا. طبعا. طيب اتكلمنا عن احمد، نتكلم بقى عن المنتخب شويه. يعني النهارده امام كوت ديفوار، رايك ايه في الاداء، واختلف ايه عن المباريات السابقه؟ بص يا كابتن، احنا كان في حاجه كبيره قوي او حاجه مهمه كانت ناقصانا، اللي هي حته الروح، روح منتخب مصر. احنا كنا مفتقدينها خالص الثلاث مباريات الاول. ممكن يكون بدايه المباراه بتبقى لسه الاجواء ما دخلتش فيها كويس، ممكن تكسب بس الاداء ما كانش كويس. انا بصراحه كنت قلقان جدا لما اتفرجت على ماتش نيجيريا، كنت قلقان. اتفرجت على غينيا، كنت السودان قلقت نكتر. فقلت امال لما ندخل مراحل اكبر الامور هتبقى صعبه، انت تلعب بعد كده كل ما تطلع مرحله تلاقي بتصعب عليك. لما جينا دخلنا في المباراه وشفت الاداء، حتى لو النهارده لو كنا خرجنا انا ما كنتش هبقى زعلان. برافو عليك. بامانه برضو لازم ندي الكل. كان في هجوم عليهم، والهجوم دي جاي عليهم بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. والتصريحات بتاعت محمد صلاح والتصريحات اللي اتقالت من اللعيبه، اللي هم كان في حاجه هم ما كانوش بيعملوها وعملوها. ايه هي؟ الله اعلم. ده ما عندكش انت تبرير لتغيير المستوى ده؟ لا تبرير طبعا فيه. الضغوط، الضغط الاعلام ونبض الشارع المصري هو ده اللي حركه. كان له طبعا كان له دور كبير، وحتى تصريح محمد صلاح كان يعني طالع في توقيت كان مهم جدا لنا احنا كجمهور او كناس بتتكلم في الاعلام، واتنقل اللعيبه بشكل كويس. وده اللي واضح، مين يلعب النهارده، مين ما يلعبش، مين يجيب جون، المهم مصر تكسب. ودي كانت احنا مفتقدينها. والاداء النهارده انت لو بتبص على الاداء، لا انت بتلعب كوت ديفوار اللي لسه مخرجه الجزائر بنتيجه كبيره جدا. مش مع في منتخب زي الجزائر حامل اللقب. بالظبط. اللي انت توصل مع كوت ديفوار لضربات جزاء، لا دي خطوه كويس. وخاصه انت الشوط الثالث والرابع ممكن، انا قلت الجزء البدني بتاعنا ممكن يقع. طبيعي. لقينا برضو لاخر دقيقه وصلنا لنقطه كويسه جدا. ضربات الجزاء اللي انت تكسب او تخسر دي وارده في كره القدم، فتوفيق وعدم توفيق. والحمد لله واضح على حارس المرمى، انا تابعت كويس قوي بتاع كوت ديفوار. لا في ضربات الجزاء مش هو في المرمى، في وانت عارف في ممكن يبقى حارس مرمى تحت الثلاث خشبه كويس، لكن في ضربات الجزاء مش كويس. مظبوط. فده اللي حصل، وده توفيق الحمد لله من اللعبة عندنا. طيب تعامل كروش مع المباراه النهارده وتغييراته، يعني نزول مثلا تريزيجيه بدلا من مرموش،
التغييرات في تغييرين طبعا اضطراريين، صابت حمدي فتحي والشناوي ده اضطرار يعني بالزبط. وبعدين شريف في النهايه مكان مصطفى محمد في اخر المباراه يعني تمام. بس لعب الوقت الاضافي كله تمام. هل شايف التغييرات دي مناسبه، وهل كان ممكن يدفع بعناصر اخرى لتنشيط المنتخب اكتر؟ كابتن، هو اولا التجارب في البطولات دي بتبقى صعب جدا. هو خلاص واضح اللي هو من بدايه من اول مباراه التغييرات ثابته يعني. هو احنا قاعدين كده قدام التلفزيون، لو مرموش بدا يبقى تريزيجيه هينزل مكانه او زيزو واحد من الاثنين ايا كان. فالتغييرات دي بتبقى واضحه. اما مصطفى محمد لو هيخرج هينزل لمروان، لا شريف، والاغلبيه بيبقى لشريف. هيلعب باربعه يعني. انا كنت الاول بقول انا بقيت محتار، هو بيلعب باربعه 2 3 1 ولا هو عايز يلعب باربعه 3 3؟ انا شايف الطريقه الانسب، وخاصه الماتشات اللي جايه دي كلها كابتن يلعب باربعه 3 3. هو بيلعب بيها على طول. ما هو ماشي، بس في وقت لعب عبد الله السعيد. ما هو كان بيعتبره ثالث في وسط الملعب. ما هو ثالث بس مش هتمشي مع عبد الله يعني. اسلوب عبد الله وطريقه عبد الله مش هتمشي معاك 4 3 3. هيقدر. مش هيقدر. لكن 4 3 3 بشكل اللي هو حمدي والسوليه والنني، لا قافلين الجزئيه دي كمان. وعندك في ميزه عند حمدي فتحي والسوليه اللي يقدر يزيد مع الفراوده اللي قدام مع الثلاثه اللي قدام. فشكل الفريق واضح اللي احنا، واحنا مش عايزين نبالغ قوي في الفرحه، وقاعدين النهارده والافراح والاعياد والمنا، احنا سعداء بالاداء حلوه بس بالشخصيه. ما نجيش بعد كده وده طبيعي، ده نهد الدنيا. لا كابتن ملحت، هو اللي فات دي مش شخصيه منتخب مصر بالظبط. شخصيه منتخب مصر اللي هي النهارده. أيوة. والدليل اللي انت والفرقه زي قدام كوت ديفوار، فرقه قويه عامله لك مليون حساب وخرجت عشان انت مصر بالظبط بامانه. فدي خلي بالك، لازم لعيب منتخب مصر لازم يعرف اللي انت في مكانه عاليه جدا. اللي انت تحصل بالمستوى ده والناس تهاجمك ما تزعلش. انت ما تزعلش، المفروض انت في حاجه انت ما كنتش في عدم. هو مش زعلان من اخته، مش زعلان من التجريح. اه ده مصر، وهو لازم يعرف. هو الراجل حتى رحنا بطوله العرب ما كانش مجهود، وقال لك انا رايح اجرب ورايح اعمل، ولما لقى الضغوط عليه بتبقى قويه. عشان احنا مصر سواء مع فرق عربيه ولا فرق افريقيه ما ينفعش نطلع من الادوار مثلا الاولى. صحيح. مش حلوه في حقنا طبعا. وعندك القماشه موجوده كويس قوي، والخامه موجوده كويس. بس انا شكلها، هو كان جاي الامور اللي هو المعلومه اللي وصلت لنا اللي هو جاي عشان ماتش كاس العالم. لا ما ماتش كاس العالم ماشي ليه دور وكل حاجه وليه وقت يعني نتكلم فيه، لكن عندي بطوله عربيه واخفقنا فيها وقلنا ماشي. بطوله امم افريقيه على الاقل خالص لما توصل بالاداء اللي احنا فيه ده ما حدش هيكلمك وهيعاتبك. فلازم يعرف اللي احنا منتخب كبير ومنتخب ما ينفعش اخرج في الادوار الاولى هتبقى المنصب. او جرب مراكز وغير مراكز، واعتقد هو ايقن هذا الكلام في النهايه يعني. بالظبط. لان النهارده كل واحد في مكانه. طيب فنيا هو بيشارك دايما تريزيجيه كبديل او كاساسي في ماتش من الماتشات يعني. هل شايف ان تريزيجيه هو فنيا هو اللي ورا مرموش على طول، ولا ممكن كان رمضان هو اللي يخش؟ وجهه نظرك. بص تريزيجيه لعيب كبير طبعا، ولعيب يعني الاصابه اللي بعدته شويه عن الملعب دي اثرت معاه نسبيا. وجودهم في المنتخب ده تريزيجيه عنده حاجات، ودي اللي احنا بنفتقرها في بعض اللعيبه، حته الروح والاداء وتلاقيه متواجد على طول على المرمى حتى لو بيضيع. هو كان البدايه بتاعت تريزيجيه مع مستر كروش مش صح يعني. طبيعي اللي لعيب جاي من اصابه وما خدش كم الماتشات في الدوري الانجليزي، طبيعي اللي انا اديله تدريجي، وده المفروض ما تفوتش. والراجل مدير فني بالسي في ده لازم ادخل اللعيب بتاعي علشان ادخله في الفورمه ويجهز واحده واحده. يعني اداء تريزيجيه النهارده احسن من الاداء اللي كل مره من الاداء اللي هو لعب فيه قبل كده. عمل وانتو حلوه قوي جدا، وفي جوان ضيعها مش مشكله بس بدا تريزيجيه يظهر بشكل. مين يلعب؟ هو الشكل اللي احنا شايفه في عندنا في الجزئيه اللي هي الطرفين ده موجود عند محمد صلاح، الحمد لله ربنا يبعد عنه الاصابه، متواجد بشكل اساسي على طول الحمد لله. وعندك مصطفى البديل بتاعه لشريف لمروان. الجزء اللي حته اللي عندنا دي كمان كويس، عندنا وفره فيه مرموش وزيد زيزو ورمضان صبحي ومحمد شريف يقدر كمان يلعب في المكان ده. فالحمد لله التوليفه كويسه والشكل كويس. وما عدناش، انا عن نفسي هم كمان مش هيقبلوا الاداء يبقى اقل من كده طبعا بالزبط. بعد الشخصيه دي طبعا. لكن انت شايف ان بعد مرموش يعني اذا مرموش خرج هو البديل الاول هو تريزيجيه ولا رمضان؟ تريزيجيه، ومش هيغير الراجل. لا انت بتكلم كوجهه نظري. هيبقى تريزيجيه طبعا تريزيجي. عشان كل ما انت بتقرب للماتشات دي مش هينفع. طبعا رمضان شخصيته ولاعيب كبير ولاعيب، بس
الفتره اللي فاتت ما خدش يعني غير جزء بسيط جدا في المباراه. صح. ما ينفعش ادخله في الماتشات اللي جايه، مش هقدر اجازف. ورمضان لعيب كبير ومش محتاج مجازف، بس هو خلاص الراجل فكره كده والتشكيل والتغييرات خلاص بقت واضحه. حتى من اول المباراه مهما احنا بنتكلم ومهما بنقول وجهه نظرنا، هو ده فكره وده رايه. طيب لكن انت شايف ان مرموش هو نمره واحد في المكان ده؟ لا انا من وجهه نظري لا، مش مرموش المفروض يبقى في المكان ده. مش هو نمره واحد؟ لا ها؟ يعني انا لو سالتني السيد زيزو رقم واحد في المكان ده في الشمال. بس هو في الزمالك بيلعب في اليمين. ما انا فاهم ماشي، يعني انا اقدر استفاد منه احسن ناحيه اليمين خلاص محمد صلاح. لكن زيزو بيلعب هنا وهنا. انت حضرتك بتسالني يعني الانسب كبدني وفني، وزيزو بيلعب هنا وهنا. لاعب مميز. مش معنى كده اللي بقول لك مرموش لا، مرموش النهارده ما ادى بشكل كويس اقدر، بس ممكن يعني دي تبقى فيها تغيير شويه. ممكن مرموش يبقى معاه على دكه البدلاء، ممكن ينزل يغير للمباراه. ما مش كل مباراه يبقى اساسي، لا بالعكس، انت ممكن تستفاد منه في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه او نص ساعه او نص ساعه. ممكن تستفاد منه، يعني لازم يبقى في روتيشن حاجه بسيطه. ممكن ابتدي بتريزيجيه ماشي. يعني ايا كان ممكن ابتدي برمضان. يعني ايا كان، بس لا لازم. انت وجهه نظرك انه زيزو زيزو هو اللي يبدا المباراه ناحيه الشمال بالزبط. ويبقى مرموش او تريزيجيه البديل او رمضان ايا كان او رمضان حسب يا كابتن ملحم. ما هي حسب سر المباراه ماشيه ازاي. هل انا الثلاثه دولت معايا، انا لو انا كسبان خلاص انا بامن نفسي. ممكن مين اللي عنده الناحيه الدفاعيه اكتر، تريزيجيه ولا مرموش؟ هيبقى تريزيجيه. وعايز امن يبقى انا نازل تريزيجيه. طب انا عاوز اكسب وخسران او متعادل والماتش بالنسبه لي لا، انا عندك رمضان صبح في الحته دي هتقدر تستفاد منه اكتر بالجزء خاصه الثلث اللي هو الهجوم. فكل واحد بيمتاز، لكن الشكل وصلنا لمرحله مش هينفع اجرب. مش هينفع في لعيبه كبيره بس خلاص. شكل المنتخب بقى باين، وده حاجه كويسه تحترم. التغييرات بقت واضحه قدامنا. وده الميزه اللي طول عمرنا، حتى الكابتن جوهر الله يرحمه كان يبقى ماسك منتخب وكابتن حسن شحاته، بنبقى عارفين التغييرات ايه اللي موجوده بالزبط. والتشكيل بتاع منتخب مصر بيبقى معروف بالظبط كده. جميل. ماذا عن لقاء المغرب القادم يوم الاحد بمشيئه الرحمن؟ حوار ولكن بعد الفاصل. طيب كابتن ياسر، ماتش المغرب يوم الاحد القادم بمشيئه المغرب فرقه كبيره اكيد، رايك في المباراه ايه وسيرها وتشكيل المنتخب من وجهه نظرك في الماتش ده؟ هو مباراه صعب زي ما احنا اتكلمنا على كوت ديفوار وقلنا صعبه واحترمناها. احنا كده كده المنتخبات اللي هي شمال افريقيا دي بنبقى احنا برضو في نديه، هم حافظيننا واحنا حافظينهم بلغه الكوره. يعني هم عندهم لعيبه مميزه ولاعيبه بتلعب في الدوريات الاوروبيه، يعني على راسهم طبعا اشرف حكيمي، وده من اللعيبه اللي هي المميزه لباريس سان جيرمان. حارس مرماهم حارس مرمى اشبيليه الاسباني. انا بصيت على الاسماء والاماكن اللي هم بيلعبوا فيها، لا حاجه محترمه. بس ده برضو ما بيقلق، يعني مش ده، ما احنا كوت ديفوار برضو النهارده كابتن من اللعيبه اللي كلهم بيلعبوا برضو شبه محترفين في انديه كبيره كلهم. لكن احنا برضو باسم مصر والعزيمه اللي احنا شفناها النهارده والاصرار، حاجات كتير قوي شفناها النهارده. شفنا شخصيه منتخب مصر. الماتش صعب، انا مش هقول لك سهل لا صعب علينا وعليهم، لكن لابد اللي احنا الاداء اللي احنا شفناه النهارده نتمنى اللي هو موجود الماتش اللي جاي ايا كانت النتيجه. النتيجه بتاعت ربنا. وانا قلت قبل كده لما الناس، انا لعبنا كره قدم وعارفين لما الناس بتحس ان انت عملت اللي عليك خلاص الناس بتحترم وبتقول لك متشكرين عملت اللي عليه. لكن انت تطلع او تخسر وبشكل مش كويس الناس بتبدا تهاجمك وده ما يزعلكش. فاحنا مش عايزين، احنا عايزين الحاجات الايجابيه او الطاقه الايجابيه لمنتخبنا اللي انت زي ما انت النهارده نفذت الشكل بتاعك وطريقتك وشخصيتك على منتخب ساحل العاج، برضه لازم تفرض شخصيتك على منتخب المغرب. طريقه اللعب وشكل اللعب ده طبيعي جدا اللي انا ما اعتقد، بس يا رب بس الشناوي يبقى سليم. لا الشناوي بره وحمدي فتحي بره، خلاص ما فيش مشكله. مين البديل بقى اللي يبقى متواجد؟ ابو جبل بالنسبه للشناوي خلاص. ومين انا هلعب 4-3-3. انا شايف زيزو اقرب واحد او تريزيجيه يبقى مع الثلاثه اللي موجودين في وسط الملعب. في وسط الملعب طبعا، يعني العب بعمر عبد الواحد وحجازي وعبد المنعم واحمد فتوح وسيد زيزو والسوليه والنني كده، وقدام مرموش
قد ما انا بقول لك يعني مرموش آه. كان نفسي يبقى بديله، يبقى واحد زي مثلا لو هلعب زيزو يبقى قدامه تريزيجيه او العكس. تبديل. انت دلوقتي قلت زيزو في وسط الملعب، اه على الشمال هيبقى مين بقى قدام؟ الشمال مرموش. مرموش انا بكلمك كمان بفكر كروش يعني، آه. ومصطفى ومحمد صلاح. ومحمد صلاح ده الفرق وده الانسب. من ما عملتش تغييرات كتير في الاماكن عشان كل ما انا بقرب للادوار اللي بعد كده كابتن، تثبيت الفريق ده مهم جدا طبعا. تجانس اللعيبه بتبقى عارفه، كل واحد خلاص الفكر كل بتاع زميل، كل واحد عارف بيربط ادواره كويسه، الربط بين بعض بيبقى موجود. فعشان كده لما اجي اغير واحد اصابه او انذارات او يبقى انا ما اعملش تغييرات كتير. وده اللي كان احنا بنتكلم على كروش، كل ماتش كان ايه، ما انتش عارف مين اللي هيبتدي ومين اللي هيقعد ومين اللي هينزل. لكن الوقت شكل المنتخب واضح وموجود. اللي انا بحذر بس منه في الماتشات اللي زي دي بتاعت شمال افريقيا بالذات الكور الثابته. اه يعني بكاكل عليك تاني، الكور الثابته، الكور الثابته احنا هم مميزين عننا فيها. احنا بقى ضد الفرق التانيه الكور الثابته لينا ما احناش موازين عندهم بالظبط. فاحنا لا خلي بالنا قوي قوي من الحاجات دي عشان هم بيهتموا بقى وبيبقى عندهم شيء اساسا. انا لعبت ضدهم كتير فبيبقى عندهم الكور الثابته، حتى لو لاحظت اغلبيه اجوانهم اللي كانت بتيجي فينا سواء المنتخبات او الانديه الكور الثابته. فانا بحذر من دلوقتي المان يبقى مظبوط، المميزين عندهم في الكور الثابته لازم يبقى معاه، ويبقى انا حريص جدا او خلي بالك او واخد حذر بمعنى صح اللي هو الكور الثابته. غير كده ان شاء الله باذن الله عندنا مفاتيح كويسه قوي للعيبه الحمد لله، الشكل واضح قوي، الروح موجوده بشكل كبير قوي قوي النهارده ما شاء يعني الله. بص يا كابتن في مميزات كتير قوي شفناها النهارده جدا. حتى لو سال يعني من ضمن اسئله حضرتك مين النهارده نجم المباراه؟ المنتخب كله صحيح، اللي ادى كله، ما فيش واحد كان مقصر في المباراه او واحد ما اداش على ما يرام، كلهم ادوا بشكل طيب. النهارده لو انت تلاحظ الماتش لما بداناه واضح دي تعليمات كيروش، يعني احنا مش مستعجلين خالص وبننقل الكره كتير في وسط الملعب وبننزل بالكره لتحت شويه، وما احناش عايزين ندي باور زياده في البدايات عشان ما يبقاش انعكاس باور تاني بالزبط. علينا تمام. لاحظت انت دي؟ اه طبعا. هل دي برضو مع المغرب، ولا المغرب مفترض نسرع اللعبه في البدايات ونحاول ان نباغت من البدايه؟ بص يا كابتن كل مدرسه ولا يعني كل فرقه احنا بنلعبها لها طريقه. هو ليه هو عمل كده النهارده؟ دي تخيله او توقع يعني اتفرجوا على كوت ديفوار كويس منتخب مصر، وعارف لما انا استحوذ على الكره كتير قوي ومش عندي استعجال ان انا اجيب جون، ليه الفرصه بتيجي من اقل حاجه. فهو اشتغل على دي. هل انا هو هيلعب بالشكل ده؟ رتم المغرب اعتقد اسرع من كوت ديفوار. اسرع اه طبعا. اسرع علشان الكره العربيه قريبه من بعض. الجيم هتلاقيه مفتوح بيننا وبينهم، عندهم مفاتيح اللعب احنا عارفينها ومفاتيح لعبنا احنا هم عارفينها. فالامور هتبقى 50-50. اللي هيفرق معانا برضو بين الفرقتين ايه بقى؟ اللي هل هو هيلعب على هجمه مرتده فرقه المنتخب المغرب؟ هل احنا اللي هنلعب على هجمه مرتده؟ ما اعتقدش هم بيلعبوا على المرتده. ما هو مش هيلعب، هم بيبنوا حلو قوي. هو بيبنوا احسن يعني. برضو لعيبه انت بتتكلم عنها، بس انا بكلمك ايه؟ اوروبا يعني. هو كل واحد وفكره. انت ممكن يفاجئك بكده، ممكن يلعب لك زون ديفنس ويلعب على هجمه مرتده، ايه المشكله؟ ما انت اول ربع ساعه كابتن حضرتك برضو عندك خلفيه بالحاجات دي، هي النبض بتاع الاول ربع ساعه بستكشف كل ربع ساعه. الربع ساعه الاولانيه ده مهمه جدا، عشان كده بنشوف مفاتيح اللعب، وحتى وانا في واحنا في الملعب بنحس بيهاجموا منين، بيدافعوا منين، ايه نقط الضعف اللي عندهم، كل ده في اول ربع ساعه. بعد كده الجيم بيبقى مفتوح قدام الفرقتين. وبعدين حتى ماتشهم مع ملاوي هما كسبوا 2-1، وملاوي ما هياش بالفرقه اللي هي بالظبط مش المنتخب اللي طبعا مش تقليلا فيهم، بس مش المنتخب اللي انت تقول اه تكسب مثلا نيجيريا او كسبوا الجزائر او كسبوا يعني نتيجه طبيعيه صحيح. فاحنا ده برضو يعني عشان كده النتائج كلها. انا كنت في اول بطوله كابتن مرحت بقيت مستغرب، هل هي المنتخبات الضعيفه هي اللي بقت قويه، ولا المنتخبات القويه اللي بقت ضعيفه؟ انا نفسي لقيت نفسي غينيا الاقي بتصعد، الاقي مش عارف ملاوي. غينيا كسبانه مالي ومالي 12 بطوله، 12 بطوله بتلعبها، وغينيا لعبت بطولتين ما فيش غيرهم، ما بقول لك غيرهم 2015. هل الكره الافريقيه فيها تطور؟ كل ده حاجه كويسه مش وحشه. عشان كده البطوله ما فيش فيها كبير وصغير، كل المستويات متقاربه. حتى النتائج ما فيش فرقه غير باستثناء تقريبا نتيجه كوت ديفوار مع الجزائر اللي هي 3 بالظبط، دي الوحيد. ما فيش نتائج كبيره قوي تقول تقلقك. طيب
خليني اخر حاجه اخد توقعاتك في دور الثمانيه. اتفضل. ان شاء الله يوم السبت اللي جاي ده الكاميرون امام جامبيا. كاميرون انت شايف ان مستواها قوي؟ التاريخ يا كابتن، التاريخ والجمهور. احنا نفسنا احنا ما جينا حضرتك تعمل احصائيه بين مصر وجودفار، قلنا مصر وكسبنا وجبنا وفعلا طلع التاريخ يعني. طبعا مش بس حاجات بتبقى ليها دليل كده، لكن الكاميرون طبيعي، طبيعي النتيكس طبيعي يعني، لانه جنبي اصلا اذا حصل مفاجاه بقى وده صاحب انت برضو فرقه منظمه ولها جمهور كسبت تونس جنبي يعني، عملت مفاجات جباره ماشي. بس انت برضو ولا دغنية دغنية، وخلي بالك الكاميرون وخلي بالك برضو بالتاريخ الكاميرون من الفرق اللي بتعرف توصل النهائي. صح صح. خلينا حتى لو 86 تقريبا كان نهائي 86 اللي احنا خدناه هنا في انا فاكرها ضربات الترجيع يعني، في ماتشات انا فاكرها الكاميرون من الفرق اللي بتعرف توصل النهائي، عامله زي نيجيريا كده. كسبتنا في 2017 كمان، كسبتنا في النهائي. ما انا بقول لك في فرق كده تلاقي فجاه ادائها ما بيعجبكش ونتيجه تلاقي مكهربه ومستره وتلاقي في الفاينل. صح. طيب يبقى كاميرون جامبيا الكاميرون. بوركينا فاسو تونس. حضرتك قلت تونس، انا بقول بوركينا فاسو. انت بتقول بوركينا. تمام. شايف ان بوركينا افضل، عندها تطوير غير طبيعي في كره القدم. ماشيين بخطوات كويسه جدا. نتائجهم الفتره اللي فاتت كمان بمساعدهم بتقول يعني، انا موجود اهو من 98 على فكره، هم عايزين يبقوا في حته تانية، وهم انا متوقع بنسبه كبيره في بوركينا فاسو. بوركينا. السنغال وغينيا الاستوائيه الارجح برضو السنغال. السنغال يعني خبرات والتاريخ وحاجات برضو. اخيرا طبعا المغرب ومصر، اكيد الامنيات لمصر. احنا نتمنى طبعا لمصر طبعا. التمني والتوقع. والله يا كابتن هي صعبه، هي مباراه صعبه. خلينا برضو خلينا طبعا احنا التمني احنا ان شاء الله نتمنى اكيد باذن الله، اكيد وزي ما فرحونا، وحتى لا قدر الله احنا مش عايزين ندي ضغوط على اللعيبه. ان شاء الله هيفرحونا، ومش عايزين نسبق بحاجه ثانيه مش كويسه، ان شاء الله يفرحوا جمهور مصر ان شاء الله. كابتن ياسر شرفت ونورت بشكرك. شكرا كابتن مدحت، شكرا. انا سعيد جدا بوجودي معاك بامانه والله. الله يخليك وبالتوفيق دايما ان شاء الله. ماشي. شكرا شكرا جزيلا. حوار اخير حول اللاعبين المصريين اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه وموجودين في مختلف بلدان العالم وفي انديه كبرى ايضا، ولكن بعد الفاصل.